اهلا وسهلا، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين في ظل هاد الاوضاع اللي كيمر منها بلادنا وكيمر منها العالم كامل. جيت هاد النهار باش نعطيكم نصائح كيفاش نقدروا نحافظوا على سلامتنا النفسيه. حنا في هاد الوقت كل واحد منا شنو الهم ديالو؟ الهم ديالو انه يحلو، انه ما يمرضش، انه ما يتعداش، انه يغسل يدو باستمرار، انه ما يخرج. فهادشي كله مزيان وتيفرح وتيبشر بالخير، لان الحمد لله كل شيء الامر. ولكن كنساو واحد الحاجه اللي هي مهمه ومهمه بزاف، هي سلامه صحتنا النفسيه. وهنا تنقول بسلامه صحتنا النفسيه، راه الا كانت نفسيتي مزيانه فهذا غينعكس على الجسد ديالي. كانت نفسيتي خايبه متوتره ومخلوعه بالاخبار اللي كنسمعوا هاد الهالة، فكذلك سيأثر على الجسد ديالي. شنو تنقول لكم؟ تنقول لكم باش نشوفوا بان هاد الازمه ديال كورونا نشوفها انها فرصه. ما تقولوا لي كيفاش فرصه، واش كتفلي علينا؟ نشوفها انها فرصه، فرصه انني كنتقرب للناس اللي دايرين بيا، سواء الاباء سواء الاخوه سواء وليداتي سواء الناس اللي مزوجين، الزوجه ولا الزوج. هذه فرصه انها ترجع، ان نشبعوا من بعضياتنا، ان نتعرفوا على بعضياتنا بشكل كبير. فرصة أنني كأم تنقوم بواحد الواجب ديالي، أنني نعطيه بأكمل وجه، أنني نعطي كل حاجة بحب. فرصة أنني كنخدم واحد الوطن ديالي. شنو هاد الخدمة؟ أنني ملتزمة وأني دايرة اللي خصو يدار، أنني جالسة في داري. فرصة أنني نكون أنا هي مصدر الإطمئنان والحنان والحب للناس اللي دايرين فيا. فرصة أنني نخرج من هاد المحنة تكون عندي هي بداية الانطلاقة. ما عندي الوقت غادي يدوز وغادي يدوز المحنه، ولينا خصنا نشوفوا في الاخر ناس، كاينين الناس اللي غادي يخرجوا تبارك الله كابابل، وغادي يخرجوا وغادي يواجهوا وغيدوزوا امتحانات ديالهم، يا البكالوريا يا الجامعيه يا جميع المستويات الاجتهاديه اللي كاينين. ويا اما كاين الناس اللي غادي يكونوا غير دايرين يديهم فرحنكم في هذا الوقت وتيقولوا وحنا كنا خايفين. لا، خصني نفيق ونتواقد ونكون نعطي احسن فيرسيون ديالي انا تخرج. هذه هي الفرصه باش نزيد للقدام وما نخلي لا خوف لا هلع ياثر فيا. ندير لوبجيكتيف ديالي قدامي ونخدم عليه حتى نوصل له ان شاء الله. كنتمنى ان هذه النصائح تكون عجبتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في اشياء جديده.